انا لما اسحب الطاقه او السبب اللي خلى هاي الماده تصير غاز واسحب المسبب، تمام، عمليا انا برجع الغاز لحالته الطبيعيه. معناته انا عندي هذا المكثف يقوم بتكثيف جزيئات الغاز اللي عم تمر عندي هون جاي من الكمبرسر وتحويلها هون عندي لما تطلع من هذا المكثف، من هذا المكثف الى الحاله، شو الحاله السائله، وذلك بفعل شو، بفعل هذا الهواء لدرجه حرارته اقل من درجه حراره هذا البخار الغاز، وبالتالي يقوم بطرد المحتوى الحراري الموجود داخل هذا الغاز او البخار، طرده خارج هذا المكثف، وبالتالي تحويل هذا الغاز او هذا الفريون الى حالته، ارجاعه الى حالته السائله، تمام. ولكن بالحاله النظريه المثاليه اللي احنا قلنا عم نشرح هذه الداريه بناء عليها، هاي الحاله اللي من هون لهون خلال هاي المرحله انا ما غيرت فيها اقطار البايبات، وبالتالي انا الضغط عندي ما غيرته، ما خلقت هذا يعني المسار امام مسير الغاز، خليته ماشي برياحته، تمام. عمليا انا تتم هذه العمليه عند ضغط ثابت، وبالتالي بما انه الضغط ثابت عنده شو، درجه حراره ثابته، وهذا اللي احنا كنا بناكد عليه ونقول انه احنا الطاقه الحراريه او فرق الانتالبي او الانتالبي يختلف عن درجه الحراره. يعني أنا ممكن أعطي طاقة حرارية وتكون درجة الحرارة ثابتة، وممكن أنا أسحب طاقة حرارية وتكون درجة الحرارة ثابتة، تمام؟ هاي النقطة اللي احنا ظلينا نأكد عليها. هاي بالنسبة للدور العام وللحالة بشكل عام اللي بتصير عندي داخل هذا المكثف، هي عملية سحب الطاقة الحرارية اللي جاية أوريدي من الكمبرسر ومن المبخر وداخل عليه، إنه أنا أخلصه من طاقته الحرارية ورجعوا لاصله اللي هو كان شو بالاساس قبل ما كان سائل. في حال من الحالات هذه الدائره كان سائل، وبالتالي انا برجعه من حاله البخار الى حاله السائل، ولكن عند درجه حراره ثابته وعند ضغط ثابت. انا بس اللي باثر عليه انه عندي الدلتا اتش هون كانت قيمتها اكس، انا هون عملتها مثلا دلتا اتش مثلا صارت 2 يساوي مثلا اكس على مثلا 10. انا قص يعني زغرت هذه الطاقه الحراريه، وهون طبعا دائما الماده تحمل طاقه حراريه، ولكن هذا المكيف مصنع على اساس يتخلص من الطاقه الحراريه اللي شو؟ اللي بالاساس احنا اكتسبناها، واللي بالاساس احنا بدنا نكيف الهواء على اساسها، لما نوصل لعند نرجع لهون ونرجع لعند المبخر، تمام؟ رح نشوف احنا موضوع الطاقه الحراريه من وين اجت ومن وين هي اصلا رجعت محمل هذا الغاز بالطاقة الحرارية ودخل على الكمبرسر. رح نمشي احنا بهذا التسلسل ان شاء الله. هاي بالنسبة للمكثف او الكوندنسر او الوحدة الخارجية، الدور العام الذي يقوم فيه، تمام؟ بتمنى انه يكون الشرح واضح والفكرة العامة وصلت. ان شاء الله متابعين في المحاضرات القادمة، يعطيكم الف عافية متابعينا الكرام.